ما اسم ازول سلمونا سبيل عزان اللي كان رمضان رونتيني رمضان نون امبركي احداث سوس تي في تقاد ضيوف غمسة القطب الاجتماعي تكافل المزار ايت منول دونك كانوا لا تم سمو تنهض الحي اللي يشكر غمسة يزقال اللي حيا النشاط تفرح هذا تسكت زريا وسباري فولكين تدقات باري فولكين لما ستين النزل نغدمي دلنا غمسة القطب تكافل فضنديس نزرنديس نقطي فولكين موقع احداث سوس تي في حيا وين الروبورتاج بسم الله الرحمن الرحيم. تحية جمعوية خالصة للإخوان. معكم محمد العزاوي رئيس جمعية نهضة الحي للثقافة والتنمية الاجتماعية إنزكان. اليوم حنا كنتواجدو هنا في أيت ملول رعاية ديال المسنين. كيف كتشوفوا هذا النشاط هذا داخل في الإطار الاجتماعي اللي كتجسدوا انطلاقا من السمية ديال الجمعية؟ إذا المجال اللي هو اجتماعي وحنا اليوم فرحانين ومعنا الأطو ومعنا المنخرطين اللي هما كنشكرهم جزيل الشكر لأنهم هما اللي نجحوا لنا هذا الخير هذا وكنتمنى لهم التوفيق وهذا حنا صراحة فرحانين تواجدنا مع هاد الناس هادو لأنهم هما واحد الكتلة ديال هاد المجتمع هذا جينا باش نفرحوا معاهم في هاد المناسبة هاد المناسبة. إذا كنشكروا كل من ساهم معنا من بعيد أو من قريب في إنجاح هذا التظاهرة هذه وهذا النشاط هذا وكنشكركم حتى نتوما على الاستضافة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ميلادي تمنى حكيم الفقير بصفتي رئيس لجنة الشباب جمعية نهضة الحي للثقافة والتنمية الاجتماعية إمام غماسي بن زكان. غنصاد مش كتدار ميد نادي اللي غنزود جديدنا حيت أي دارنا اللي قدام تيني الدرس الناس كتنظر ديك نعيش هنا فترة وجيزة اللي تعيش نحن سميتو. أتمنى أدعي دعوة الختام كل سنة إن شاء الله كل رمضان. أنشكر القناة أحداث سوس اللي حي قبل الدعوة اللي توش كندينا حتى نتا. أنشكر الشباب اللي حينا السلام عليكم. أنا كنت أشكر حميدنا ديلي غران سلم القراد أشكو أشكي تنكي حيانا فنان شارك حا غاد نهيدا الموسيقى أشكر حتى قناوي دار أشكر حلا دونس أشكي حدا أتشارك حدا مثل دريتات الموسيقى أو حدي ديل قنبري دا مثل جمعيات مثل جمعيات نهضة الحي أشكي حدا أدسن تعوان حسن مثل غالي لمن السن غاليها إفارتي لكن قناوي دا تدقائقين وجيج ميدنا المسافة نعيش ديزن كرا الله حاضر نور تنكون السن مهمة أشكرها أحدث سوس تنمير تنين بارة بارة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أميمة الزاوي منخرطة في جمعية نهضة الحي للثقافة والتنمية الاجتماعية. اليوم جينا لدار التكافل الاجتماعي باش نشوفوا هاد الناس هادو اللي خصنا
دائما نكونوا معاهم ونساندوهم ما نخليوهمش يحسوا بالوحده ولا شي حاجه. كنشكرهم على الاستضافه وكنشكروا سي محمد عزاوي رئيس جمعيه نهضه الحي اللي دار لينا بحال هذا النشاط اللي كنستافدوا فيه واللي كنجمعوا فيه جميع المعلومات اللي ما كانش في راسنا. وكنشكروا كذلك احداث سيس اللي جات عندنا. معكم محمد يوسفي موسيقى عام جمعيه نهضه الحي للثقافه والتنميه الاجتماعيه. يعني قبل ما نبدا فقط يعني بغيت نوجه واحد التحيه اللي هي تحيه شكر كبيره لكم الاخوان ديالنا في احداث سيس. يعني كما عودتمونا الحمد لله دائما في الموعد. كيف ما كتشوفوها من خلال البرنامج الذي سطر البرنامج المسطر ديال الانشطه الرمضانيه اللي سطرته الجمعيه؟ فاحنا قمنا اليوم زياره لدار التكافل الاجتماعي بمدينه ايت ملوك يعني باش نتقاسموا موائد الافطار مع النزلاء او بالاحرى الاباء والامهات ديالنا في هذا المركز هذا. جينا نتقاسموا مع موائد الافطار نضحكوا معهم شويه نشطوا معهم شويه برفقه الفرقه الموسيقيه اللي رافقتنا من مدينه انزكان اللي فيها يعني تنوع الفولكلور الغناوي والفولكلور الامازيغي وكذلك الدقيقيه يعني اللي كنشكرهم من هذا المنبر. كما لا اريد ان تفوتني الفرصه يعني لكي اشكر السيد مدير دار التكافل الاجتماعي هنا بمدينه انزكان السي ابراهيم. يعني صراحه تعاون معنا بزاف واستقبلنا يعني بحفاوه. بالاضافه انني اريد ان اشكر يعني كل فعاليات جمعيه نهضه الحي للثقافه والتنميه الاجتماعيه من اعضاء واطر تربويه يعني ومنخرطين. يعني صراحه تعاونوا وداروا يد في يد وقدموا باش ينجحوا هذا المحفل هذا. يعني صراحه كنشكرهم جزيل الشكر. ان شاء الله يعني احنا ما غاديش نوقفوا عند هذا الحد هذا. فاحنا فوق المستقبل ان شاء الله احنا غادي نبرمجوا ان شاء الله زيارات اخرى مراكز اخرى. يعني دار بالنسبه لدار مركز ايواء الطيف المؤسسات السجنيه كذلك المؤسسات المستشفيات الى اخره. وكنتمنى من الانتظار. مريم مصلح مؤتمرف جمعيه نهضه الحي. المهم جينا اليوم باش نشاركوا الافطار ديالنا مع النزلاء. المهم حنا دابا كنت كنتواجدوا في الكوزينه انا اللي طيبت الحريره. جينا هنا باش نتقاسموا مع الفطور ديالنا نواسيوهم نجمع معاهم نشطوا معاهم. عرفتي هاد الناس هاد الفئه كتكون الناس كتكون مهمشه شويه. المهم كنشكر كاع الناس اللي عاونونا لا المؤطرين ولا المنخرطين في نهضه الحي. كنشكر حتى لي زومبلوي ديال لا ميزون دو ربو وكنشكركم حتى نتوما الصحافه. المهم كنتمنى لكم التالق. السلام عليكم. مرحبا بكم دابا نشكد سيدي غير نتصل كل الجمعيه اللي درنا عشكاد الله عنك كي نعرف عيق صوالو شكرا ربي الحمد لله دائما الجمعيه اللي درنا عشكاد لحباب ميدنا لقا شكرا ربي لحباب اللي درنا عشكاد دائما بلا الجمعيات ولا والو. ايوا غير كنشكر سي البرينسيبال غير كاين غير حد نفضل مزيان الشمس ديالنا الله يجعل البركه ننسى الحوايج اللي يكون كاينين الحوايج شي راجل بقى لحميد الكريكت الحمد لله سيدي ربي. السلام عليكم. سميتي مريم اشملال منخرطه في جمعيه نهضه الحي. اليوم كنت في واحد النزول كنشارك معاهم الافطار ديالنا. المهم كان الجو زوين واستمتعنا بزاف مع الناس وفرحنا وفرحوا بنا والحمد لله داز كلشي مزيان. وكنشكركم بزاف. شكرا.